الكلمة أنا من قلم ده فعلا كلمة مبايعة لكن متعلقة بالعربي. كلمة أنا من قلم ده لأن بالفصل بكلامه بدا من قال أرمي لأن أولاد اثنين راهوا وقت الجو في وقت سابق في أولاد اثنين راهوا وقت الجو. من قلم ده فعلا هي أسست ده دولة من سابق من 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 جدي أول سابق وقت الفرنسيين قاعدين ده أول ده بس سووا هناك برا أسبق كان البارير قاعد ده سووا بوستو أنا الربيع تايما أنا من الأسكر. بعد ما ذلك جو سو كامبمان داخلين أسبق كان سووا بكان أنا بنك ده وده الزريبة الأساس المنقل من كلها كي ده البيت ده الأسرة ده كلها كي ده الأساس المنقل من كلها كي خلاص الجيجر ده أبتدي هناك لكن أساس ده من زريبته هو وأتوسط وفينا القبائل ده قبائل قاعدين قبائلنا القاعدين معنا ده أي قبيلة كي قاعدة معنا قبيلة كي ما تلقاها ده اللي ما جانا من قلمي ده مشتغل من كان تقول سرى فيه كان قرآن كله فيه أي زول مسكين ده أجب البكان قاعدين سكان قاعدين معنا والأيام ترمسوا كي ودرنام كله قاعدين أي قبيلة كي جانا ده كلها ساكن معنا بالأخص جيراننا دول ده كان تو داجو دول سكان معنا قاعدين كان بركيد كل سكان معنا قاعدين كان كجاكسي كان بقى كان مسالات لأن دول ده أنين مختلفين ما مدم ولاهم والعرب ده كان بتن زيادة جيتي كدايا بيك الشيف ده كانتو أنا من قلمي كلها كي هو حكم لكن ما طال بعد 3 سنة جاء أبوي قدم قدايا حكم 36 سنة لحد يوم 14/2/1960 في وقت بعد تو أبوي فعلا أبوي كل بعد 36 سنة حكم جاء أخي آدم قدم قدايا بعده كان جاء إمي بشر قدايا بشر قدايا في بشر قدايا ده الكانتون الأول الكبير ده انقسم 3 والمشاكل كلها حصلت في اليوم. بعد ما أتو إمي بشر أنا إمي بعد إمي أنا قاعد في الأكل أهلي طلبوني من سيجي أنا أتي وجيت بقيت السلطان شبد كانتون بعد شبد أتو مشاكل أنا 79 78 77 أنا خليت الأكل والمشاكل كثيرة وجيت قعدت بعد ما قعدنا 79 مشاكل كثير الحصلة دي أنا دخلت نجمينة في نجمينة ده قعدنا مدة كي بعد ما نجمينة في مدة قعدنا ده أنا مرة خارج مشيت إرسيا 82 أخي ولد عمي بشر أتو برما بشر قدايا جاء كرم المكان أنا كنت في خارج هو جاء هو سوى الديسيزيون وقعد أنا وهو كل واحد خلاص بطل أنا ما جيت 87 شهر 9 أخي برما أنتقل لرحمة الله أنا كنت في إرسيا رسلوا لي أخوي موسى أبسكي مشى لي أنا عملت حادث وقال لي برما توفى وتمشي لما جيت تعرف المرق ده ما أين هذا مطامي أنا شخصيات في حصل لنا دجة في لب الأسرة وسوينا انتخابات انا والاسره بس مع ولدي بشر برما وانا في ثاني مره شلت لحد من يوم 13 شهر 3 لحد الان انا قاعد شبت كانتون انا مو بزرق
منقل مدا كان قال لك منقل مدا هو هجر داك وقيت هناك منقل من اسم ذاته كده يا كو هله هناك هله قاعد في الدار برا هيني ده كانت دوره ده المكان اللي هسه قاعد ده بنادو الشوكاي ده هسه الميل ده بنادو الشوكاي الشوكاي ده لان تنزريبتنا اباتيس بنو فوق هذا يا ابو سموبا لكن اسمنا منقل من الاصل ده يا كو هجر وهل اسمنا منقل من الاصل بنادو منقل من دنجوس سكان منقلمي هما مزارعين وفلاحين اثنين كل بقدم مزارعين وفلاحين الخدمه الاثنين ده بقدم بقر عندهم بس او وزراعه ده كله ده كان شغلهم المرتبطين به بذروا ده القله ده الدخن البربري الكورنياي الفيل السمسم اللوبيا ده كله عنينا بنزرعه طبعا منقلمي زمان شيك وايام بك شيك في تطور شيء تطور ده لان الاول بالاول التطور ده في البنا قبل تطور ده اول بتن بالشارع الشارع الانين الشارع بقينا انين منقلمي ده قاعدين اسس انا تشت اليوم ده شغل كم يتمنى كان الناس ما سووا دور يؤدي بمنقلمي بس منقلمي شغل بخاطر ده شغل انين كسبنا في منقلمي ده من جيت التلمية المشاريع البجو وفعلا هنينا حسب مواصلنا مع الناس واتصالنا مع الناس عندنا التغيير ده بس والناس كله بجونا وهني ننشر اليوم تشوف في شارع ليل ونهار عربات جارين تشوف يالات قاعدين دول بقروا كان بليهان وكان بكايا بقروا في الشارع تمام دول قاعدين بشارجيه باتري حقهم انا التليفون دول بقول ده تطورنا لانين هسه ايام ده ليل ونهار شارين ده ما ينقتي ليل ونهار كاننا عربات سايرين لكن حوادثنا كان كتر بلي خلايف وايام انا جاي في الديبارتمان والسوبرفكتور هتجي كل الداخل ايام الكوميل كل الداخل قبيله كما قاعد كما في لكن اخواني المشاغل الغيرين برا مثل هنا البطها كان هنا كان اكون نقول لك انا وادي فيرا كان انا وداي عنده ممثلين قاعدين معي اي زول ممثل قبيلته ده من جهه كان شيء كان من القبيله نلم معاهم كان شغل كما جانا قاسي بلين نلوم ما انا بعض لبس كان لوك الدم ينزل كله نلوم ما نكمل والقاتل والخطا والجناء كان انا نودو للسياده لكن انا الموالين ده نقدر نكمله بعض على بعض ده من جيت تمام من جيت الرهل انين عندنا رهل كثير انين الداخل ده ايام ده عندنا الناس بنشقوا وبوتوا والبسيف معنا لانه انينا قاعدين اسد عندنا البوت الاسا قاعدين مقرفين تشوفهم ده واي كبوكوتين ما في هسه الشيء ده قالت بقبل بفوتو عندنا اخر الاسا وادين قاعدين تشوفهم ده قاعدين في الهدد فوق هم من دول ده البجي بقودو ما انا بسيفو ولا الرشاش كان بمونتي والقاعدين اساليا كل قاعدين كي بقوا مساكين ونقول لهم بهرتوا قاعدين معنا تمام المشاكل الناس بقوا كثيرين والمال كله بقى كثير والالمي تعرف بصوب بكان بكان لأن تنانينا في منقل مهني عندنا لجنة هنا تهل المشاكل بين البقارة والمزارعين وأنا على رأسها عندنا شيف دا كانتون دل كل الأربعة أنا سوبرفكتور ده كلنا فوقها عندنا أي شيخ أنا سياري كل أضو فوقها وعندنا الناس السيرفيس اللاس السيرفيس تكنيك مثل الالفاج انفيرونمون اغريكولتور دول كل كي قاعدين معانا لان هم ذاتك من جيت كان ده حتى دقات فاز تقول نلم كله جميعا عشان نهل مشكلتنا دي والهل بقت كبيره وتعرف المواصلات بقت صعبه لان ايام عندنا ناس مثل بنادم بوين فوكو دول
قاعدين قتلناهم، كان شيء حصل ما شيء قاسي ده، اول بالاول ده ما يفوت المنجم قبل الشبد بلاش. وهم ذات بعض توقيعنا بقت كثيره كثيره، بالتوقيع بقت كثيره الحمد لله. يعني في من قال هنا مشاكل مثل الايام شغل كي قاسي كي ما بقي لنا لسه، التوقيع بقت زياده نهل مشاكلنا بعض على بعض. ده الشيء يعني كوناه من 2003 لحد الان كل اللجنين اللي قاعده. أنا نتكلم للشعب ونقول لهم شنو؟ خلوا يقروا عيالهم. أول بالأول ده يقروا العيال ده، ولا بنات ولا الرجال كلهم كي يقروا. ده طلب الأولاني المهم. لأن ألاكم ما قصر مننا، برا لنا إيكولات وأني نقول بنينا إيكولات، لكن ندور بعد ما لقينا العلم العربي، هلات العلم الفرنسي ده كله نستمسوا به منا. ما نقعدوا بعلم واحد. ده شغل نتكلم للشعبي ده. إلا العلم، شيء بلا علم ما بقى. وكان للأبنانا يا المنقل من القاعدين برا، الناس ساكنين برا وكلكم قاعدين برا، نقول لهم كي مثل ما أخوانهم الآخرين يطوروا بلدهم ده، هم كل خليجوا يبنوا منقل ويطوروا هلتهم. ده الشغل اللي نطلبه منهم، ما يقعدوا قالوا جمعنا جمعنا ده ما تفدي لهم، جمعنا أنينا الباص ده أنينا هنا. لكن أي نادم كلها خلال القايد في مندوب في سار وين كان في الخارج كله، خليه يفكر بلده وطنه، كان لو في هيلته كلها يسير للشغل كي مستقبل.